وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كيف لا يرتاح المسلم وقد كفاه الله عز وجل إذا ذكره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء: كفتاه العبادة، فهي عبادة عظيمة جدا في الليل، وكفتاه من كل شر بفضل الله عز وجل، فيحفظه الله بذلك. إذا قرأ المسلم في ليلة في أولها في وسطها بخواتيم سورة البقرة بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، أي أنهما تقومان مقام العبادة في تلك الليلة، فإن زاد عبادة فذاك نور على نور، إن قام فقام الليل وأوتر فذاك نور على نور، وتكفيه بإذن الله عز وجل كل شر يكون في تلك الليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. من تعود على قول هذا الذكر مساء وصباحا وعود أسرته على قول هذه على قول هذا الذكر مساء وصباحا 3 مرات أمن فجأة البلاء بتأمين الله سبحانه وتعالى.